معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة. إذا دارين، دعوات كثيرة لوقف إطلاق النار وحتى وقف الذين أطلقوا النار، ما الذي حدث؟ كيف يبدو الوضع العام؟ هل يعني ما نسبة الهدوء أيضا في خلد الآن؟ هدوء ثقيل يخيم على خلدي في هذه الساعات في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني لوحدات أتت من خارج المنطقة بعدما عهد إلى الجيش اللبناني بضبط الأمن وإعادة الاستقرار إلى منطقة خلدي عقب الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس وأوقعت عدد من القتلى حتى هذه اللحظة المؤكد 4 قتلى بالإضافة إلى عشرات الجرحى، لأن الاشتباكات المسلحة كانت فعلا عنيفة واستمرت ساعات. طبعا الجيش اللبناني وبعد يعني اتصالات رفيعة المستوى بين الطرفين، اتصالات من قبل جهات أمنية وأخرى سياسية لضبط الأمور، دخل الجيش اللبناني إلى الأحياء الفرعية والرئيسية في هذه المنطقة، وتم تنفيذ مداهمات ليلا وأخرى مداهمات أخرى نفذت صباح اليوم وأسفرت عن توقيف شخص واحد حتى هذه اللحظة ضمن لائحة من الأسماء التي سوف يعمل الجيش اللبناني على توقيفها. لكن طبعا مجرد توقيف أحد مطلقي النار من شأنه أن يخمد يعني جمر يعني الاحتقان الذي ساد في الساعات الماضية، سيما وأن ما حصل يأتي على خلفية جرائم أو ثقافة ثأرية تجري وتستدرج المنطقة في كل حين إلى اشتباكات مسلحة وإلى الكثير من الدماء. طبعا الاتصالات ستبقى متواصلة، الجيش اللبناني سيبقى متواجدا في حواجز أقيمت بشكل متفرق في عدد من الأحياء لمراقبة الأمور الداخل والخارج إلى هذه المنطقة في محاولة للحؤول دون تكرار ما حصل أو يعني استدراج العائلات المعنية بهذه الاشتباكات إلى توترات مقبلة. الدعوات السياسية مستمرة لضبط الأمور، لكن هذا الأمر بحسب ما أفدنا من مصادر عسكرية وأخرى سياسية يحتاج إلى مصالحة كبرى بين العائلات التي تناصر حزب الله والعائلات التي تنتمي للعشائر العربية. طيب، بعد دعوات جانب حزب الله وأيضا سيد وليد جنبلاط قبل قليل، طبعا نشاهد الآن هذه الأخبار العاجلة التي تأتيكم على سكاي نيوز عربية لمدهمات الجيش اللبناني ووقف لمطلقي النار، هذا أيضا تطور أو أحد مطلقي النار، ليس كل مطلقي النار. إلى أي مدى تدخل الجيش اللبناني هذا يعني سيحد من هذه الأزمة أيضا دارين؟ كما كنت يعني أتحدث في آخر فكرة، يعني الجيش اللبناني موجود وينفذ مداهمات ويحاول ضبط الأمور، لكن انفلات الأمور بهذه الطريقة وبهذا التدخل الكثيف الطائفي في هذه المنطقة، بالإضافة طبعا إلى انتشار السلاح وثقافة التفلت من العقاب والتهرب من الإجراءات القانونية هي التي تحكم الأرض في لبنان. الجميع يعلم أن المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية يعني مهترئة بسبب الأزمة السياسية الكبيرة، لذلك أي قرار يمكن تنفيذه على الأرض يحتاج إلى غطاء سياسي. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا لك.